هاي جايز، كيفكم؟ شو الاخبار يا جماعه؟ انا هلا خلصت الميك اب. صح، ما حطيت سيتنج سبراي. استنوا احط. اوكي بدك. سو اليوم عندنا عزيمه السحور، عازمين خالته ام وليد ونور ستارز وبنين. فانا هلا خلصت تجهيز حالي الحمد لله، وشعري يعني لسه ما بعرف شو نتيجته اذا حيطلع حلو ولا لا. سو هلا لا انا سشورت لك اكيد حيطلع حلو ان شاء الله يا ماما، ان شاء الله. فاحت ريحه البارود. فاحت ريحه البارود يا برنس. ما بيشغلني اصلا اذا حلو ولا لا. I don't care. تعالي، متاثرين كثير بمسلسل اولاد بديعه كل البيت الحمد لله. نحن ما بعرف هيك اثر فينا. مسلسلات سورية جايز، مسلسل يعني واو واو واو. أنا دائما بحب الدراما السورية، يعني بحب أشوفها التوب بصراحة. يعني أنا بحكي بصراحة، مو لأني سورية بس بحكي بصراحة. تعي سارة ساعديني أفكر، معلش. Thank you. تعالي. شكلهم حلوين بس من فوق ليه مطعوجين؟ ما استجيني خرج. لك مو الغرة أول شيء، يخرب بيتك يا سارة. لأنه ما استجينا نقرب النار عليك، ممكن تحط مكياج. حطت لي أول شيء الغرة فكتها. شو بدك يعني؟ أوكي شكل الوضع أخ ماما، أنت هيك نتفتي شعري يعني ما عم تفكي لي. طب شي اوكي جايز. ماما في حدا عم بيوجعني عن جد. وين عم بيوجعك؟ هي قدرة. اوكي خلصوني. ليك الغرة والله شكلها ما بيطمن الغرة. لا حلو، انت بدك اياها لورا، قلت لك خلينا نلف لقدام بس الشعر شلل. اشوف رجعية والله. لا مو هيك مو هيك، هيك وهيك. ايوه في طحجه. في طحجه مو حلوه. لا مو بكلهم بس هون شويه. لا حلوين. زبتيها لورا هاي مش شوار يعني. زبتيها؟ ايه قررت زبتيها. ايوه في خلل. استنوا. لا حلوين، هات زبط. ايوه قلت لك لا تلفيها لورا، ما رضيتي. ماما حبي هيك تلف لقدام. والله لورا صدقيني. لورا ولا قدام؟ انا بقول لقدام. لا لورا بقول، لانه بتعرفي مين علمني؟ اللي قصل لي اياه علمني. بس هون ليه مثل الطاسه؟ سؤال يعني. يا الله مو حلو طلع شعري، شو اسوي؟ ما عندنا وقت. ما هو مثل الطاسه. طاسه كيف يعني؟ يعني هيك يعني. هات لعم الصوت الكشو. لسه من النكش. ايه عملتي فيها كوفيرة. حلو مصطي يعني مشان ينفخوا اكتر. حلو الوفا. ايه شو سويتي هلا؟ ولا شي. ليك محلونا ليه عم تضبضبيهم؟ ليه؟ نحن مقصدنا نفردهم حبي مو نضبضبهم. استني لا اسمعي، في منهم امل بس هاي الطاسة يعني هذا والله يعني. شوفوا في ستريت هون يا جماعة، والله العظيم ليكوا هون راسي كأنه مربع والله العظيم. استني شو عم تسوي؟ شو عم تعملي؟ عم زبت ليك يعني هيك عجنب يعني قصدك ستايل؟ ما بدي، ما بحب أنا العجنب يا أختي، بحبه بالنص. حسيت نربطه؟ لا صار لي ساعة حاطة هالكبوشات براسي. اوكي ماما اسمعي، جيبي السشوار مرة تانية واعملي بس هدول، بس الطاسة. ما دخلني اعملي بشرفك. يلا ما بتزبط معي هيك اكثر. لا بس هيك يعني قصدي. شو اعمل لها؟ يا اطلع منها. اوكي هاتي
انا خايفه من نعملها هيك من قدام حتى ما تصير طاسه. يعني كده بتعمليها بوليوم؟ ايه. ايوه. والله ما عم اعرف شو عم اعمل. روقوا ياخ. هلا الغرة ما بعرف اذا حلوة او لا. يعني الغرة اوكي جايز، عطوني حل سريع للمصيبة اللي انا فيها بسرعة. حل سريع، شو اعمل؟ هلا شوفوا والله ليك الغرة كيوت، الغرة بس ما انا بالنص، ما انا بالنص، هلا صارت بالنص. روح اوكي الغرة هلا بعد شوي لما تهدى بتصير كتير حلوة، بس مو هالفكرة، الفكرة بشعراتي. استنوا شو اعمل يا ماما؟ انا عمود ضحك على الريل اللي نزلتيه على التيك توك. اي عمود ضحك؟ الاكشن تبع محمود. ماما نعم. شو اعمل؟ شعري شو اعمل؟ شو هو؟ مو ظابط. حاطي له قص. شو اعمل؟ امي هلا البسي بس خلص مني. هاي هيك لازم تكون. اه استنوا استنوا، وين الملاقط؟ اخذتهم دغري دغري. ساره اسرع شخص بالعالم. شو بدك؟ ملقط هيك ولازم او استنوا استنوا هيك لازم ينحط هيك. تمام فهمتوني شو مقصد ولا لا؟ لا بس مش هيك. ايه هيك. ايه شو هلا شعري؟ اوكي ماما شو عم يصير معي؟ ضحكني التيك توكاي، موتتني ضحك. لا تيك توكاي، نحن بنسمي التيك توك تيك توكاي. جمعت الاكشن تبع محمود ضحك ضحكني. اوكي صحيح. ماما شو عم يصير معك؟ عم ضحك على التعليقات كمان، بقول لها حرام محمود دائما ضحيه بسان. انا مورطته معي. يا رب تزبطي يا حبي، اضبطي انا بحبك. يا جماعة انا ما قلت لكم عن سبب غيابي، انا صار لي تقريبا 3 ايام ما عم صور لكم هيك سنابات واشياء، بس شو الفكرة؟ انه انا كنت مريضة، حرفيا مريضة، يعني مريضة. كيف بدي اقول لكم؟ ما بقدر احكي. بس احنا سجلتي الغنية وانت مريضة. فأنا امبارح، لا أول امبارح سجلناها صح؟ ايه يعني من يومين تقريبا، يومين ثلاثة رحت سجلت غنية جديدة إلي. وأنا يعني كنت بأواخر المرض بس كمان مرضانة، يعني كمان تعبانة بس سجلتها لأنه كنت أخذ موعد وهيك. فمرضت ومرضت حرفيا ما قدرت اصور لكم شيء، والله حرفيا اصلا ما طلعت من البيت حرفياً لاني خلص لبس حرفيا حرفيا لانه تاخرنا على الجماعه. ماشي. حرفيا هلا على الواقع حلوين بس على الكاميرا لا، على الواقع حلوين صح؟ ايه على الواقع لذيذين هيك. ايه زبطوا. ايه
بس على الكاميرا ما بعرف كيف طالعين. قومي البسي ترجعين اللوك النهائي خلصيني. اوكي جايز رايحه البس واجي اورجيكم يا اللوك النهائي.